تبغى أطفى تبغى المشكلة. ايش شو على الله حجم؟ ايقول؟ ايش شو طبعا اكيد بكل فيديو المعين لازم موجودة تريبت وهسه حخص المعين اللي هاي دنيا الصبح حسيت والمدارس بدأت وهسه كل شوي يجي صايغ اريد اخلصهم واسبح واسوي لي قهوة. هذا المجرم جبناه. استحزني الصبح مو مال اغاني فثاني اباوع الزنن علي فخاف شغله يصير عليه حقوق فراح اشوف هسه الفيديو هذا بس بيس اذا يشوف الباب مسدود فيقدر على الشباك على السنج خلصت الفيديو ويا ما خلصت المعين ونظيف بس اذا مسحه هذا كهربائي كاونتر همينه واروح اسبح عند اجس بقى خلصت اصباحي وهسه راح اخلي مع العطر هذا السيروم العوايد هاي من الصبح الحين هسه يعني طبعا انا ما شربت قهوه هاي هسه الساعه 12:30 حدث جابوا اذنين
بسم الله الرحمن الرحيم. قولي بالي يعني لو كنت عملت لي كوبايه قهوه كنت قلت كده فعلا. انا وانتي ما انا بشربش فيها سكر وانت بتشربي فيها سكر. مش مشكله خدي اي حاجه من ايدي. ما اتعب هاخدها من ايدي وضغطي يوطى واموت. السلام عليكم. Two thousand years later. هلا بنات، طبعا اليوم انا جالس ما اصور، خلاص قلت اليوم ما اصور، بس ذاك الفيديو صورته بس بعد يوم نزلت يعني انه هذا اللي تشوفوه هسه. ف بعدين قلت خلاص، بس انا اليوم قعدت من وقت و كنت شوي تعبانة، 12 تغيرت تقريبا هيجي، وصعدت هسه سبحت وغسلت وشي بالغسول هذا، وهسه راح اخلي التونر ورطب وتشوف شايفي. وعد اصبغ الرحلة مالتي هسه اشوفكم اياها، اني محتاجتها بدي اصبغها، فقلت اجرب وياكم يعني انا وهسه ما دام انه فيديو. واليوم الجو كلش مغيم وبنفس الوقت مطفي الكهرباء يعني على المولد، وظني اليوم ماكو البصر وماكو شمس، لما قررت اصور راح شمس. انا من قلت لكم على رحله، قصدي هاي الرحله اللي تصير متنقله، اريد اصبغها بني اصباغ، فما اصبغها اسود، اصبغها ابيض. فاصبغها ابيض بس راح اجرب اصبغ بالفرشه، لقيت مال الصبغ ما ادري، دورت ما لقيت، فراح اصبغها ابيض. هسه راح اجرب اصبغ بالفرشه، وهي امس نظافتها، هسه راح امسحها مسح اخير عن التراب واجرب اصبغ. ما تصير بيها يعني تظل تسوي هاي مال الشعر مال فرشة يظل بيها اثر هيك يعني. خافت انت مشكلة، هسه صرت بمشكلتي يعني بدل ما كان مكان صغير واغسله ويروح يعني هو اكريليك، لا جد صبغتها كلها. المشكلة مو هنا، المشكلة انه خلص العصارة خاصة البياض يعني خلصت، وما لقيت الفرشة مال الصبغ الصدقية، افكر انه اخلي عليها اشكال بلون اخضر. هي بالنهاية راح اغسله، انا ادري بروح راح اغسله لانه واضحه لك فكره مبينه واضحه انه هي شنو هاي يعني اكيد عرفتوا، فانه هاي الفكره مو واضحه. في دور الرسامين الصدقيين يعني مو نفس الرسامين اللي يرسمون بس عشوائي، هاي انا قصه صباره هاي ايه جنها صارت شكل انسان، بس يعني ببالي انه هي صباره، هاي معناتها سندانه وهاي الصباره، شنو اللي خلاها شكل انسان واحد رفع ايده ما اعرف. اكثر من شكل هنا بالصباره كلها، وبعدين المهم هي النهاية، المهم الفكرة، المهم يعني الشكل مناسب ولا يعني رسمت أول شيء. وهاي الثاني فتح الشباك فصوتك وجهالي في غل السعاد يعني. بدي أشوفكم الكهرباء طفت يعني حتى المولد ماكو بعد، فعادي يعني. المهم هاي الرسمة الأولى قلت لكم، وهاي الثانية، هاي الثالثة، هاي أحس أتى جرانات، أتى هاي راسها وهاي أستر جرانات اثنين، شلون ما أدري راح متى بس.